نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني فيديو طريف على صفحته من كواليس الحلقة الجاية من The Voice Kids، وبين هو ولابس كمامة بالاستوديو ليتجنب إصابته بفيروس كورونا. أما الموضوع اللافت الثاني هو انضمام الإعلامية أنابيلا هلال للبرنامج مطرح الإعلامية المصرية ناردين فرج يلي قدمت مرحلة الصوت وبس. أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل برد على موضوع غناء على تتر مسلسل نادين نسيب نجام برمضان، وقالت إن ما حسمت قرارها. بس بمعلومات خاصة لموقع الفن عرفنا إنه شيرين رح تغني شارة مسلسل 2020، وهي ما قالت إن ما اتفقت مع شركة الصباح، قالت إنه ما سمعت الغنية بعد. وحسب مصادرنا عم تشتغل شركة الصباح لتلاقي الغنية المناسبة للمسلسل ولشيرين بالوقت نفسه ولتحقق نفس النجاح يلي حققته غنية يا بتفكر يا بتحقق السنة الماضية. بمعلومات خاصة لموقع الفن عرفنا أنه شخصية أبو جودة يلي قدمها الممثل السوري زهير رمضان بتسع أجزاء من مسلسل باب الحارة رح ترجع بشكل مؤكد بعد ما غابت عن الجزء العاشر، وحل محلها شخصية أبو مشعل يلي قدمها الممثل السوري قاسم ملحو، ورح تستمر الشخصيتين بالجزء الجديد كمان. هالعمل رح يكون التاني لزهير رمضان لأنه رح يشارك كمان بمسلسل بروكر بشخصية عزمي بيك. كشف الإعلام الأردني معاذ العمري أنه رح يرفع دعوى رسمية للمدعي العام الأردني بسبب الانتقادات يلي تلقتها خطيبته الفنانة الأردنية ديانا كارازون لما أعلنت ارتباطهم، لأنه قال بعض المتابعين أنه معاذ تعرف على ديانا لما كان مجوز ومرته طلقته لأنه كان عم بخونه، وأكد أنه ما في شي رح يخليه يتراجع عن قراره غير الموت. نشر الممثل اللبناني يوسف الخال مقطع فيديو قصير بينت فيه بنته نيكول عم ترسم على راسه قلب وتلونه بالأحمر، فعلق يوسف وكتب قلب بنتي من إيدها على راسي، من بعد ما فاجأ الجمهور وحلق شعره. هالفيديو حقق مشاهدة عالية وأثنى المتابعين على هضامة نيكول الصغيرة. أثار الموسيقار المصري محمد سلطان الجدل من بعد ما صرح أنه ما بيسمع أغاني الفنان المصري عمرو دياب وما بيعرف شي عنهم، وتابع وقال أنه بيعتبره مجرد موجة حتى لو استمر على الساحة لأكثر من 100 سنة وما عنده قيمة فنية. تصريحات سلطان سببت موجة غضب كبيرة لجمهور دياب يلي استغربوا طريقة تفكيره وتحليله. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.